بهذه القضية حينما انتهت الأخلاق الأمة يوم السقيفة وأجهزوا على روح رسول الله المتمثلة بعلي بن أبي طالب وإقصائه وقتل ابنته ومهاجمة داره، لم تختلف الحياة ذلك اليوم عن هذا اليوم الذي نحن فيه. الآن يحاربون أتباع علي بن أبي طالب أينما حلوا وأينما وجدوا، حتى لو كانوا في المساجد ساكتين، إجا صدام منحهم عن المساجد بأمر تكفيري، الشاه كان يذبحهم بأمر تكفيري، السعودي يقضي عليهم ويعتبر قتلهم واجب بأمر تكفيري، الباكستاني لا يسمح لهم بحكومة أو بغيرها بأمر تكفيري. هذا شيء يدلل إذن هؤلاء أتباع علي بن أبي طالب الباقين الثلة الباقية محاربة منذ يوم السقيفة. لماذا؟ أنت ليش خايف إذا أنت على حق؟ أنا أعرف على حق ما يخاف. إذن أنتم على باطل، فإن كنتم على باطل الباطل سينتهي إن طال عمره أو قصر. ولذلك نحن نؤمن نحن على حق، فإن كنا على حق لا نرضى بغير أن شني أن يعود حقنا الذي نهبتموه حينما ذهبت أخلاقكم يوم أنقذتم بيعتكم لرسول الله. وهذا المتمثل بخلافة الإمام المهدي القادم إليكم إن شاء الله عن قريب. لذلك نقول لكل الناس والمتفرعنين من آل سعود وغيرهم، لو قرأتم نهج البلاغة ولو قرأه الأمريكي واليهودي يعلم لما تشبثتم بدولة خائبة ذاهبة منتهية، يعني الآن الله ينقصها من أطرافها. لو جمع محمد بن سلمان كل أموال الوليد بن طلال وكل أموال من وكل أموال متعب، كل أموال ذولا جمعها لن تفعل لك شيء، لأن قارون كان مفاتيح خزائنه 40 بعيرا، حملوا 40 بعير مفاتيح خزائنه، يعني أزيد من ملك آل سعود 1,000,000,000 مرة. هذا حمل المفاتيح 40 بعير، هذا يدلل إنه ذهب قارون ببقة، أراد الله أن يهينه ببقة، أما أنتم سيهينكم بقتلكم بعضكم وسبي نساءكم لبعضكم، لأن ظلمكم وصل إلى حد لا يطاق، وتآمرتم على الله وأردتم أن تقضون على ثلة باقية وحددت أهداف قصفكم لنا. نقول لكم حددوا ما شئتم، نحن باقون وأنتم ذاهبون، ولكن نحن سعداء على كل ما يحصل بنا إن قدمنا إلى الموت أو قدم إلينا الموت، ولكن أنتم لكم حسرات على أموالكم، على بيوتكم، على نسائكم، على جواريكم، على صاحباتكم وملاهيكم. نحن نقول لكم الله أعد لنا جنات عرضها السماوات والأرض، فلا فرق لنا إن متنا أو حينا، لأن قبلنا عبد لنا الطريق الإمام الحسين ودفع ثمن رفضه للسقيفة، فكيف نقبل نحن أن نبايع السقيفة؟ فإن ضحك عليكم من ضحك من أجلافنا وقردتنا وقالوا لكم نحن معكم، نقول ما هؤلاء إلا عبارة عن كلب نابح وحمار ناعق، يقينا يقينا سيخذلونكم، لأن الله معنا وكيد الشيطان ضعيف. نقول لكم أنتم تريدون العاجل لكم قبل أن تأتينا صواريخكم ورسل الموت، نحن نقول لكم استعدينا إلى البلاء، وما هذا نعتبره إلا فرج لخروج الإمام الحجة، ودون ذلك يقينا 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 نضحي بالمرجة على الإطلاق، لا ندبر ولا نتراجع.
أحسنت المقدمة دكتور أبو علي، بارك الله بكم.